سهام ايت ناصر رئيسة منظمة المرأة التجمعية في اسفي. اليوم كان عندنا حفل نظمناه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اللي كان بشراكة مع جمعية الملونة العالمية، حفل تحت شعار المرأة التجمعية ريادة وتميز، واللي هو التميز اللي كتميز به المرأة التجمعية. اليوم كان عندنا حفل اللي هو مختلف، يعني اللقاءات اللي كنا نظموهم سنوات هذه كان عندنا فيه تنشيط، كانت عندنا فيه فكاهة، كان عندنا فيه عرض أزياء، كان مختلف، كانوا عندنا فيه تكريمات للنساء تجمعيات وتكريمات للنساء من المجتمع المدني. كنظن أنه كان حفل متميز وكان حفل رائد وكان ناجح 100%. الحمد لله بالتوصيات السامية ديال سيدنا الله ينصره والتوجيهات ديالو، حط النساء في مناصب اللي كتستحقها بحكم أن النساء كيخدموا كيجتهدوا كيتابروا، والبلاصة اللي حطيتيها فيها يعني كتعطي فيها، يعني كيكون فيها تميز. أنا إلا رجعتي للور شوية، سواء إلا تكلمت شخصيا أو لا، يعني شخصيا كسيدة كفاعلة جمعوية أو لا كسياسية، أنا كنصح دائما النساء الاجتهاد وكنحثهم أنهم يشتغلوا، وكنقول ديما في الكلمة ديالي اللي صعيبة هي الخطوة الأولى، إلا كانت الخطوة الأولى تكون خطوات تابعينها وكيكون نجاح وكيكون تميز. نشكر التنسيقية الإقليمية اللي دعمتنا، وكنشكر السيد البرلماني سي محمد الحيداوي اللي دعمنا ماديا ومعنويا، وكنشكرهم على التتويج او التكريم اللي تلقيته من عند اللي كان هو مفاجئ. كنشكر الجمعيه الملوانة العالمية على الصورة اللي كانت جميلة ورائعة جدا، وكنشكر سي محمد الحيداوي مرة ثانية، وكنشكره بزاف على الكلمة اللي قال في حقي. السلام عليكم، عثمان بن المهدي رئيس جمعية الملوانة العالمية فرع اسفي. احنا الحمد لله درنا واحد الشراكة في هذا الحفل بمناسبة عيد المرأة، يعني شراكة ما بيننا وما بين يعني منظمة المرأة للتجمع الوطني الأحرار. الحمد لله داز النشاط في أعلى مستوى، يعني بحضور مجموعة من الفنانين الموسيقيين والفنانين التشكيليين وعارضي الأزياء عالم التنشيط. الحمد لله كان الحفل شيق وجميل، وإن شاء الله احنا كان القادم أفضل إن شاء الله، وكنتمنوا إن شاء الله الجمعية يعني المنخرطين، وكنتمنوا يعني بزاف الناس يعني اللي يكونوا معنا في الأنشطة يعني الأنشطة المقبلة. حضور المرأة يعني كان فعال، يعني كان مجموعة من التكريمات، يعني التكريمات يعني في الصحة، في الفن،
يعني في بزاف يعني في بزاف الميادين اللي تكرموا اليوم وتكرمت المرأة. ونتمنى ان شاء الله احنا ديما احنا مع هاد الانشطه هادو، يعني احنا موجودين وحنا يعني راه الاشاره الجمعيه ديالنا يعني متجنده، هي جمعيه دوليه وعندها فروع، يعني فروع والتاسيس ديالها هنا جهوي على الصعيد الجهه مراكش اسفي. وان شاء الله كنتمنى والمقبل ان شاء الله يكون جميل. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.